وما زلنا مستمرون في تغطيتنا للحدث الأبرز عالميا، قمة المناخ كوب 27 من مدينة شرم الشيخ. لمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا هاتفيا المهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. مرحبا، يعني نحاول أن نبسط للمتابع دور الطاقة الجديدة والمتجددة في نجدة العالم مما يواجهه من مخاطر، كيف؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. اهلا وسهلا يعني حضرتك. الطاقات المتجدده يمكن الطاقه هي سبب او مصدر رئيسي من مصادر انبعاثات الغازات الدفيئه والمسؤول عن التغير المناخي، طبعا درجات الحراره. فالعالم كله بدا يتنبه دلوقتي زياده الاعتماد على مصادر الطاقه المتجدده لانتاج الكهرباء المطلوبه للتنميه والحياه لكل مواطن، لكن في نفس الوقت بيدور على خفض الانبعاثات. فهو ده المتجدد، المصدر المتجدد والدائم الموجود حاليا. ومن هنا بدأ الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتأمين الإمداد بالطاقة الكهربية وخفض الانبعاثات في نفس الوقت، وإن العالم كله هو اللي بيعول على الطاقات المتجددة في الوصول إلى الأهداف التي بعض الدول أعلنت عنها للوصول للحد الكربوني في سنة 2050. فمنها سيناريوهات بتقول إن هو ممكن يعتمد على 100% من الطاقة الكهربائية تكون جاية من مصادر طاقة متجددة. فده بيبين دور أهمية الطاقة المتجددة للعالم أجمع في المستقبل. طب يعني هل نشر الطاقة الجديدة والمتجددة بدول العالم وخاصة النامية هل فقط يعرقلوا الموارد المالية، أم أن نشر التكنولوجيا نفسها هو الذي يواجه صعوبات؟ يعني هي بتختلف من دولة لدولة. يعني في بعض الدول النامية لسه ما زال عندها بعض المواطنين لم يحصلوا على كهرباء مثلا دول هنا الحل الأول ليهم أو الحل اللي ما فيه يعني هي الطاقة الشمسية، مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. فهي مصادر الطاقة المتجددة هي دي الحل الأمثل. إن إحنا إحنا تقريبا حوالي 630 مليون نسمة ما فيش كهرباء على مستوى العالم، معظمهم موجود في إفريقيا. فهي الطاقات المتجددة والأنظمة المعزولة للطاقة الشمسية هي المسؤولة عن، هتبقى هي الحل الأمثل إن أنا مديهم بالكهرباء. فهنا بتفرق بين دول محتاجة ان الطاقات المتجدده للامداد المواطنين الذين لم لديهم كهرباء حتى الان، وفي نفس الوقت للدول المتقدمه والدول هنا في نفس عايزه تنوع مصادر الطاقه المتجدده، تقلل الاعتماد على المحطات الحراريه ومحطات الفحم وزياده مشاركه الطاقات المتجدده. لكن التكنولوجيات نضجت سواء لطاقه الرياح الطاقه الشمسيه، بدليل ان الاسعار انخفضت جامد، بقت إن لم تكن منافسة أو متنافسة مع تكلفة إنتاج الكهرباء من المحطات الحرارية إن لم تكن أقل. يعني في مصر دلوقتي أصبحت أقل تكلفة من المحطات الحرارية. فده بيبين إن إحنا عندنا تطور تكنولوجي للطاقات المتجددة، انخفاض أسعارها، وده اللي هيساهم مساهمة كبيرة في نشر هذه الاستخدامات على مستوى العالم. طب يعني أهم المبادرات التي اتخذت في كوب 27 في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، أتحدث عما يخص مصر أو اللي بيعود بالنفع على مصر، ما هو؟ يمكن الشعار حضرتك من احنا شعار كوب يعني من التعهد إلى التنفيذ، يعني فهي يعني فالتنفيذ إن مصر وقعت على هامش المؤتمر مذكرات تفاهم لإنشاء محطات رياح بقدرات تتراوح تصل إلى 28 ألف ميجا وات، وده رقم كبير جدا جدا على مستوى العالم. من دولة توقع في الكوب على إن هي مذكرات تفاهم إن هي توقع إن هي إنشاء محطات رياح، ده بالإضافة إلى مشروعات الهيدروجين الأخضر اللي توقعت امبارح اللي هي موجودة، واللي 16 مذكرة تفاهم تم توقعها بالمرحلة التجريبية فقط، بنتكلم حوالي 12 ألف ميجا وات لمشروعات هيدروجين أخضر لإنتاج الهيدروجين الأخضر. فده بيقول إن ثقة العالم كله، ثقة المستثمرين اللي هينفذها قطاع خاص، استثمارات أجنبية مباشرة. فده بيعزز إن إحنا تطوير الطاقات المتجددة هنا، إنتاج الكهرباء النظيفة، إنتاج الهيدروجين الأخضر لتصديره إلى العالم كله، وجذب استثمارات، وده بما يعود النفع على الانتعاش الاقتصاد المصري، خلق فرص عمل، وده حاجه مهمه جدا. وفي نفس الوقت بنحد من تغير او الاثار السلبيه لتغيرات المناخ من خفض الانبعاثات. طب يعني حينما تتقدم الشركات كثيفة الطاقة بخطط وإجراءات بتهدف لتقليل مثلا بصمات الكربون الخاصة بها، هل هذا الأمر عالي في تكلفته بالنسبة للشركات؟ هل يقتضي مساندة الدولة
في حد ذاتها لمثل هذه الشركات؟ يمكن احنا اتكلمنا وقلنا قبل كده ان الاسعار بقت يعني التكلفه بقت رخيصه من الطاقات المتجدده. دلوقتي ما مش محتاجه دعم، مش محتاجه اي حافز، لان التكلفه نفسها بدات قليله. كمان هنا دور الصناعات كثيفه الاستهلاك، عشان تقدر تصدر بره فلازم تاخد او جزء من استهلاكها من لازم يكون من الطاقات المتجدده، يكون من جرين عشان ما تدفعش ضريبه كربون. لكن هنا كاقتصاديات لا، اصبحت الاقتصاديات منافسه. احنا مصر دلوقتي وقعت اخر اتفاقيات ب 2 سنت دولار للطاقه الشمسيه، يعني حوالي بنتكلم دلوقتي حوالي 48 قرش او 50 قرش. بنتكلم طاقه الرياح ب 2.4 سنت دولار، يعني بنتكلم تقريبا 60 قرش، يعني كلها حاجات قليله قوي، يعني سعرها بقى اقل تكلفه من باقي المصادر، بقت منافسه. تقدر ان هي صناعات كثيفه الاستهلاك سواء الاسمنت الالومنيوم والحديد، لا يقدر يعمل جزء او يشتري جزء يغطي جزء من استهلاكاته من هذه المصادر بتكلفه اقل. هنا بتعود عليه بالنفع ان هو حقق اللي مطلوب منه عشان يقدر يصدر وينافس، وفي نفس الوقت بقت التكلفه هتقل ان شاء الله. طب يعني برضو هناك من يتساءل ان رغم النداءات المتكررة لتقليل استخدام الوقود الأحفوري، ما زالت نسبة استخدامه عالية بتتجاوز 60%. كيف ترى ذلك ولما؟ لا، ما هو يعني دايما كان الوقود السائد، يعني والمازال السائد هو الوقود الأحفوري، هو السائد كان دايما لفترات طويلة والعالم كله كان بيعتمد عليه. طبعا احنا بنتكلم دلوقتي بدات، لكن النسبه بدات تقل، والنسبه هتقل سنه عن سنه. والسيناريوهات اللي انا بقول لحضرتك عليها ان هي بعض الدول خلاص حطت اهداف لديها في 2050، وبعض الدول في 2060 توصل للحياد الكربوني. الحياد الكربوني اللي هي زياده مستخدم الطاقه المتجدده، يبقى محطات انتاج الكهرباء بصفه اساسيه من الطاقه من الطاقات المتجدده. فهنا يعني بياخد وقت، لان احنا مش هنقدر يعني في نفس الوقت ان نتخلص من الوقود الاحفوري، لكن الهدف ان هو بنقلل الاعتماد على الوقود الاحفوري، هيبقى موجود لكن كل بنزود نسبه الطاقات المتجدده اللي هي اقل تكلفه واقل ابتعاثا للغازات والكربون. ويبقى في موجود نسبه الوقود الاحفوري، لان لو فضلت النسبه ديت يبقى العالم اللي هو الهدف ان هو عدم زياده درجه الحراره عن 1.5 درجه مئويه مش هنقدر نحققه، وبالتالي ستتعرض كوكب الارض كله للتغيرات المناخيه وتزداد يعني التقلبات والاضرار المخيفه للتغيرات المناخيه. طب يعني من ضمن ما استمعنا اليه في بعض الجلسات كان رئيس بلغاريا قال ان ازمه تغير المناخ ليست في توليد الطاقه فقط بل في كيفية استهلاكها. هل يقصد بذلك يعني الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، أم في ترشيد يعني أن لابد من ترشيد استهلاك الطاقة؟ بالظبط كده، يعني هو ده اللي يعني على ما أعتقد أن هو يقصد الاستخدام الكفء للكهرباء أو للطاقة. طبعا لأن كل احنا يعني لو هنبني محطة كهرباء كبيره واحنا بنستهلك برضو معدلات ما فيش كفاءه طاقه، ما بنستخدمش الاستخدام الرشيد ليها، فبالتالي هنبقى نحتاج محطه ثانيه واخرى، وبالتالي هتزداد هنا الانبعاثات. لكن هو دايما في مقوله بتقول ان تحسين اجراءات كفاءه الطاقه وترشيد استهلاك الطاقه لازم يتواكب مع الطاقات المتجدده. الطاقات المتجدده وحدها مش هتقدر تكفي باحتياجات العالم، لازم يبقى تتزامن معاها في نفس الوقت هي اجراءات خفض اجراءات ترشيد الطاقه وتحسين كفاءه الطاقه، فلازم ده جنب ده. والعالم كله دايما بيقول لك الاسرع دايما بتبقى اجراءات ترشيد الطاقه. ممكن حضرتك بتستخدمي بدل ما بتستخدمي جهازين تكييف، لا تستخدمي جهاز تكييف واحد. هنا لما بتروح تشتري جهاز تكييف جديد تبص على الليبل اللي موجود او البطاقه اللي موجوده عليه، لازم يكون اقل استهلاكا واعلى كفاءه. ففي بعض الاجراءات لازم العالم ياخدها متزامنه مع الطاقات المتجدده، وهي اجراء ترشيد الطاقه واجراءات كفاءه الطاقه. نعم. في العالم. نعم، المهندس ايهاب اسماعيل نائب رئيس هيئه الطاقه الجديده والمتجدده كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.